جيسي احكي، حرقتيلي اعصابي. بدك تروق لانه الخبريه اللي بدي اخبرك اياها حتفحمك. فحمت؟ انا فحمت؟ احكي. حربي معه ايدز. حرب الحرايب ابو محارب ضده ونقل الفيروس للولا. لا لا لا، هذا خبر منعش ما بفحم. ورافع؟ رافع سليم لحديد هلا. حلو حلو كثير. ومن مين لقط الفيروس؟ من وين جابه؟ مني. مني انا. لا 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 لا، انا وانت، انا وانت ولا حد. قلت لك تتحوط، انت ما حبيت. لا 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 لا، عم تمزحي صح صح صح. لا مش عم بمزح. واذا بدك تتاكد من الخبريه شوفه لحربي واساله. معك رقم حسابي اذا بدك تبعت لي مصاري، لانه اكيد مش حامل معك كاش. باي. حربي طال عمرك، داخل على الله وعليك. سلامها سلام مسعود، ايش فيك؟ لا 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 لا، ما في شيء، بس رجلي ما عم يحملوني. ها انت وين؟ احنا في المكان المعتاد. ارسل لك احد؟ لا 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 لا، انا قريب دقائق وبكون عندك، ما يهمك. يلا يلا، مع السلامه. يا اصحابي يا اصحابي يا اصحابي يا اصحاب الرفعه، يا أصحابي يا كبار، أنا برضى، أنا برضى، انقذوني يا أصحابي أصحابي يا أصحاب الرفعة، أنا برضى، انقذوني انقذوني، أنا برضى بشرفكم بشرفكم بشرفكم. فخامة الزعيم احترامي. لقيت خطة أخيرة. نعم فخامة الزعيم، نعم، أنا حضرت الخطة والخطة ماشية تمام، وإن شاء الله نفوز بالمباراة. بعتك سيارة عشان تجيبك، نحضر الماتش شوية. يأسفني فخامة الزعيم، أقول لك يعني إنه أنا أفضل يعني إنه يعني أشوف المباراة من غرفتي، وأخسر شرف حضور المباراة مع فخامتك، لأنه أنا لازم أركز طاقتي الروحية على لاعبي الخصم وحتى نفوز بالمباراة إن شاء الله. بعد الفوز نلتقي فخامتكم. بأمان الله. بأمان الله بأمان الله. واو، ما كنت متخيلة كل هالكتب. شو كنت متخيلة؟ كبداية يعني. البدايات غالبا بتكون صعبة، الطريق بتكون مش واضحة، المعالم ضبابية وما فيها كتير إشارات، لكن شوي شوي بتتلمس الطريق، وكل ما قريت كتاب بصير عندك رغبة إنك تقري أكتر، وهيك بتقطع بين الإشارات وبيمرق المشوار، وبيكون صار عندك الخبرة اللازمة لتنتقلي لمرحلة جديدة من حياتك. بس أنا عم فكر بهالإشارات، كيف وين بدي لقيهم؟ هيدي مهمة المشرف، أنا رح أحط لك أول إشارة. بس أول وحدة؟ ورح أمسك بإيديك لتقطعي الطريق، ورح أبلشي بكل هودي الكتب لبينما نحط خطة للشغل. طيب ما في طريق مختصر؟ ما تبلش بالكسل من هلأ دلال.
بس أنا بدي أعرف الطريق المختصر من وين بتمر، هيك بكسب وقت وبوفر وقت عليك. راح أجرب لقي طريق مختصر، ومهم كتير إنه نكسب وقت. بالمناسبة لازم تعرف إنه ممكن يحطوا حدا محلي، هيك بتفضلك أكتر. سمعت بهيك إشاعات ولا؟ ما في شي بيتخبى دكتور. مع الأسف. الآن من الموضوع؟ لا أبدا. ومش الآن إنه رح يحط السمهري محلك؟ كمان أنا عرفت؟ سبق وقلت لك دكتور ما في شي بيتخبى. مع الأسف. للأسف الكبير إنه يحط السمهري محلك، وأنا شخصيا ما رح أقبل بهالموضوع. ليش بيك وزير التعليم العالي مثلا؟ لا بس أنا بقدر أمنع هيدا الشيء. والله؟ ما تستخف بقدراتي دكتور. كيف بقى؟ بكرة بقلك، اليوم بدي نبش على الإشارات، وبركي بكرة بيكون طلع معك طريق مختصر. بكرة لكان يوم موعود؟ اسمعني، شبلاك شبلاك تراجم انت، اشرب شاي بالعلال. شاي شو يا شيخ؟ هذا إيدز مو وجع زلعين. يعني انت صدقت من كل عقلك؟ احكي احكي يا شيخ، تلفت اعصابي. حاج تلعب حاج تلعب. تبغى السيرة الطويلة ولا القصيرة؟ القصيرة. القصيرة، البنت ما فيها شيء. وشلون؟ قالت لي إنها مأيدزة. يا حبي، هي ما قالت لك حول لي فلوس على حسابي؟ صحيح. يعني أنت بسم الله عليك يا عم مسعود اللي تبتز العالم، هي بعد تبغى تبتزك، تبغى فلوسك. ما اقتنعت. يا حبيبي، هذه جسي أنا زارعها عند رافع علشان يرجع يبعثها لي. إيه. وش اللي استخدمها رسول للموت، كل ما بغى ينتقم من شخص أرسل جسي. ايوه، وانت بالذات بعلاقتك فيه يرسل لك 10 جسيات. يعني هذا كله من تدبيرك يا شيخ؟ كله من تدبيري. تبغى فلوسك وانت اكلت العلقه يا حلو. ضربتين بالراس بوجعه يا شيخ. تبغى اقول لك الطويله؟ لا 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 على فرض هالبنت كان معها ايدز، شو كان صار فيني؟ تحوط يا مسعود، تحوط احتياطك. أنا بورجيك يا رافع. تركنا مسيرتهم هالحين، قل لي صبوح الدرهمان وش صار فيه؟ صبوح الدرهمان صار بالأوتيل، والشباب عم يتصرفوا. من شوي كان في بيناتنا تليفون قبل ما أشوف الملعونة جسي. طيب شوف، هذه البنت مسكينة تبغى كم قرش؟ زيها زي هالعالم يا مسعود. كانت راح تجلطني يا شيخ. الجلطة أحسن من ال... وين العشاء يا شيخ؟ جاء انفتحت نفسك. خليني احوص لبكره. لا ابدا، بكره رح سمعك تسجيل مش حملته معي هلا. تسجيل رح يعجبك كتير ورح يريحك على الاخر. وانا بكره رح دلك على الطريق المختصر. وانا بموت بالطرق المختصره. بدنا تصبح على خير. وانت بخير. جمال، هيدا هو الموعد اللي شغلك عن اللقاء الشعري؟ لا 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 لا، انت تجاوزتي كل الحدود. هذا ما بكفي العمل اللي عملتيها؟ صرت بدك تلحقيني على الدعسه؟ بدك تحاسبيني كانك مرتي؟
لا أنا مش مرتك، ما عملت شي ما كنت أعمله من قبل. أنا فتت على البيت بشكل طبيعي وتفاجأت إنه عندك الطالب النجيبة، فتت بلا شوشرة، وين المشكلة؟ شو منتبه على كلماتي كتير مني؟ اكتشفتي والتلميذ النجيبي وشوشرة، منتبه على كل كلمة، بس كأنه فيهم نبرة حساب ومعاتبة. ما تطلع علي بالعالي جمال، خلص بسيطة، كان عندك موعد مهم ماشي الحال. لا مش بسيطة، هيدا السيستم كله بده يتغير. مرتي الجاي بس بدك تجي لهون تتصلي بالتليفون الأول وبتردي جرس البيت. شو رأيك تاخذ المفتاح كمان؟ بيكون أحسن إذا بتتركيه، لأنه اللي عم تعمليه مش مقبول أبدا. نحن بحاجة لإعادة ترتيب كل شيء. كل شيء؟ كل شيء يعني كل شيء، وأوله قصة المفتاح، وهلأ فورا. ومن بكرة يوم جديد يا دكتور. للأحسن ما في شك. أمي الله معي. ألو رافع، كيف حالك؟ وينك؟ جايك، لا تتحرك. عندي لك خبر مليون جنيه. يلا جايك. بهذا يا شباك اللي أرمي نفسي منه، أقول لك حاطيني بأعلى غرفة بالعالم وحاطيلي 2 قرشين على الباب. زين شنو رأيك أنا ليه هسه ما أعرف فريق الوطني؟ يا بصير، نجوم العالم يلعبون بالأبيض. يعني حضرتك بدك تشوف المباراة؟ لا لا لا، أنا ماني بالفوتبول ولا بالكورة ولا اسمع بصير، والله ما أدري وش أقولك، أنت حطيت نفسك فم الأسد، ما أدري شلون أساعدك بصراحة. أخوي حربي، سوي لي أي طريقة أطلع بيها منا، واللي تأمر بيه أنا حاضر. يا حبيبي أنت صديقي وساعدك، ما في داعي الكلام هذا. بعدين أنت ضيف الزعيم، يعني لعب أكبر مني ومنك. اللي علي أنك تطلع من الأوتيل وأطلعك من البلد. أقول لك شلون أطلع؟ حاطيلي 2 على الباب يا أخي. يا بصير، أطلب المستطاع عشان أطيعك من أخوك. حط رجلك، انحش من الأوتيل. طيب ما أعرف شو سأقول، راح أحاول والله راح أحاول. طيب وين البلورة؟ شو بليك البليك حقتكم دي وينها؟ بلورة؟ يعني تحكي على أصحابي؟ أصحابي مثلك ما يحبون الفوتبول. لا طلعوا مثلي. طيب شوف يا بصير حبيبي، شوف لك دبرة شلون تطلع من الفندق وأنا أطلعك برا البلد. هذه أرقد أخوي حربي، بعد ساعتين إذا ما وصلك خبر مني معناه صرت وجبة أكل للقروش الواقفة على الباب. ولا يهمك ولا يهمك، بس انحش من الأوتيل وأنا أطلعك من البلد. يلا مع السلامة. سلام، مع السلامة. بس طلعوا من الوردة. يا أصحاب الرفعة، بس طلعوا من الوردة، خلوا المنتخب الوطني يفوز. شو؟ ما بلش فصل التكسير؟ لا بلا تكسير، ما تكسير. هات خبرنا شو الخبرية اللي بمليون جنيه. بيقولوا الديل الكلب أعول، ما بينعدل لو حطوه. لا بلا ما يحطوه وينعدل. شو الخبرية مسعود احكي؟ واللي ماله خير لحاله ماله خير للناس. حكم شو مسعود؟ حل عليك الحكم اليوم. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها وأكل هوا. شو القصة مسعود احكي؟ إلي صاحب
وما بعرف إذا فيني سميه صاحب. حفر حفرة غميئة على أساس يوقع الكل فيها، أم طلع أهبل لأنه ما حدا واقع بالجورة غيره. هاتي من الآخر، ما زبطت معك؟ شو هي اللي ما زبطت معي؟ بعت لي جيسي مع فيروس إيدز مرتب. لا تيجي تقاتل حالك عليها. ومالي ندمان، وإذا شفتها هلا راح أكلها أكل. هاتي من الآخر ما سويت. حفرت حفرة على الفاضي، ومدون ما تعرف وقعت بالجورة اللي راسم لك يا حربي. جيسي بتشتغل من الأول مع حربي، وهو اللي بعت لك إياها لأنه عرفان إنك راح ترد تبعت له إياها، لأنك شخص مريض الانتقام مراقبك مثل عفريت. إيه حولت لعندي وما بعرف لمين كمان. شو يعني؟ ما سألت حالك ليش حربي هديان ورايق وساكت وما عم يحكي شيء؟ مسعود خلصني بقى احكي. جيسي صاغ سليم مثل ليرة الذهب، وانت اللي اكلت الضرب يا فهيم يا اهبل. يعني جيسي ما معه فيروس؟ جيسي تبع حربي، ضحكته هالقد وهي جيتي من عنده وحكى لي القصة من طقطق لسلام عليكم. روح روح يسعد لي ربك على الأخبار الطيبة. لك انت بدك موسم شو قلت؟ انت بدك مليون جنيه على الخبرية. يعني بتعرف حالك انك طلعت أهبل؟ لك مش بس أهبل، أهبل وستين أهبل كمان. لك يسعد لي ربك يا مسعود على الخبرية. لك give me five give me five give me. شو صار له؟ لك شو صار له؟ لا في شي غلط، أكيد في شي غلط. أنا موافق على كل شي بدك إياه. طولت لأخذت قرار. كنت عم بخلص كل قصصي لحتى أتفضلك. أنت وينك هلأ؟ أنا بالبيت. أنا جاي لعندك لحتى نتشارك كل شيء، الحياة والموت. ناطرتك. أنا بحبك. يمكن انت تاني او تالت صبيه بلتقي فيهم بيكونوا قريانين كتابي. انا كنت مفكر انه بهالايام ما عاد في حدا قرا. مش بس قريته، حبيته كتير. في صوره لإلك بالكتاب، اول ما شفتك تذكرت، قلت يا ريت كان معي الكتاب كنت مديت لي عليه. ايام الجاي ان شاء الله. يعني في امل اني ارجع اشوفك؟ اكيد. هي كرتي، حاكيني امتى ما بدك، بلكي منلتقي بالعياده. بتعرفي انا شايفك بس ما عم بتذكر وين. خلينا نسهر الليله، في خبري بدي خبرك اياه، بلكي بتتذكرني. معلش اليوم ماني قدران. هيئتك مشغول الليله. معلش هيك مزاجي مضروب شوي، ماني قدران اسمع. مزاجك مش مناسب لشي تاني. سوري. الو ايه مسعود؟ الو عن اذنك. ايه مسعود عم تسمعني هلا؟
نعم عم بسمعك. خير شو صاير؟ بالحقيقة يعني صار معي شيء مع رافع ولولا وحربي، حاولت فسره ما تفسر معي، قلت بشوفك بلكي بتفسر لي. بلش لك بالطويلة ولا بالقصيرة؟ لا بلش لي بالقصيرة. علينا صبيح زوجها لبسيمة. أهلين. شعرنا العظيم. تسلمي. الله يخليك. تفضل شرفي بانتظارك. شرف لنا والعتب لنا. كليبر لوسط الميدان تتهيأ بالانطلاق عن طريق الفيزا. شغل كبير أكثر من ركز في السر الصاوي جدرابل روفين هو الدفاع. احنا بحاجة لطاقة ثلاثية مركزة تتحد بالمحور وتصوب على لاعبيه نجوم العالم واحد واحد. واحنا لازم نوقف بشكل مثلث، يعني انتوا الاثنين الامام والثاني الامام واني وراكم، بعدين اجيب الكره الزجاجيه اللي راح ينبث منها الاشعاع الروحي على لاعبي الخصم. بهذه الحاله معنوياتهم تتدمر والمنتخب الوطني يفوز على نجوم العالم.